نحن اول صف، نحن على التيل كله علينا، اوكي؟ ما بدي اشوف ولا واحد ماشي ورا، كلنا اول صف، بنضلنا مجموعين بلوك واحد، اذا بدهم يخبطونا بدهم تخبطوا. تعطى الوهم، كل شيء رح يصير تمام، المهم نضلنا ايد وحده، هيدي العالم مرفوعه على الاخر، ونحن على اول صف بالمواجهه، كله واضح؟ عنك ما رح نتخلى مهما كتروا الأسامي، العيل الوطن والله ما بدن إلا سامي. عنك ما رح نتخلى مهما كتروا الأسامي، العيل الوطن والله ما بدن إلا سامي. هو الكتائب من زمان خلقوا دا يحموا لبنان، الكتائب من زمان خلقوا دا يحموا لبنان، عندن مجد وعنفوان إلا ما تستحوا بشهداء المقاومة يلي عطيوا حياتهم لنعيش بحرية، وعلى رأسهم الشهيد بشير. ما تستحوا بفترة كان فيها بقيادة المسيحيين جبهة لبنانية ضمت عظام من هيدا البلد، بعدنا لحديث اليوم نقريله من نحكي فيه. كتبنا بإيدينا سامي غيرك ما حبينا، من مطلوب اتمنى علينا الدم بيرخص لك بتموت، حدينا الموت وما منركع حد الغيم الراي منرفع، عيون الخصم ضروري تركع لما انت قبالة تكون. والكتائب من زمان خلقوا دا يحموا لبنان، والكتائب من زمان خلقوا دا يحموا لبنان، عندن مجد وعنفوان وعزة نفس واحد بيتطول على تاريخ كان فيه على رأسه رجال عظام مثل بشير جميل، رح يلاقي الجواب بشكل مباشر. نحن بننطلق وبنطلق موقفنا بناء على مصلحة لبنان وفقط مصلحة لبنان. وقتها كان الجيش السوري بلبنان محتلنا وعم بيقوم بشتى الارتكابات بحقنا، كنا ضده واشتغلنا ضده. اللبناني ما بينسى رجاله يلي عملوا استقلاله، غاب بيارو انت بداله، جينا تنقلك دبي بوقت الشدة، نحن رجالك نمشي حدك مثل خيالك، حلش بينك شوف بحالك كل عيون الناس.